الدوحة الشاعر رائد أبو فتيان يتغنى بحب الوطن دعما للمنتخب الوطني في آسيا. أنا طبعا أشكركم، أشكر قناة الفرات، أي قناة داعمة للمنتخب العراقي تتبع العراق بكل مكان. أنتوا على خلاف يعني سور من الكلمة أهل البيجات اللي تحاول تسقط دائما من المنتخب العراقي. أي قناة فضائية تنقل الوجه الأبيض للمنتخب العراقي وشبابنا الأبطال أنا يعني أفرح بها وأعتبرها فعلا هي قناة عراقية بصراحة. نسمع فد شيء أنا للعراق للعراق ما كان بالمنتخب. لا أنا كاتب للمنتخب أمانة بس ما تحضرني، بس أكو مقطع اللي هو أقول لهم ما طحت للسنة فسبية دائما أقوله أول أبيات من عنده أقوله لهم للعراق. هو فعلا نقول قلهم ما طحت لسه النفس بي عدت محنته وقمت على رجليه كل هيام وارجع موطن العشاق ويشي بحرب ماجي الطارية وازجن شكو تاجر قشمر الأطفال وسوى العابهم شرطة وحرامية احنا لها على عناد اللي يكرهون الحياة والحب بعدنا نحب ونسهر بيك ليلية وبعدنا من الشمال نود مشي كراد إذا عدنا ولد حب وحدة عربية وخبرك بالجنوب السمر ما ينامون إذا عين الغريب تلوح تركية وبعدنا ترابك نحطه بجنطنا متاع بالغربة نشمه ونحن للجيه.